السلام عليكم، أنا محمد عبد القدوس، باحث دكتوراه في جامعة يوهاشي التكنولوجية في اليابان. حصلت على ماجستير علوم وتكنولوجيا النانو سنة 2018 من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة النيل الأهلية. في الفيديو ده هشارك معاكم آخر 10 سنين في حياتي، لأني بعتبرهم أهم سنين عمري كله. هاخدكم في رحلة بدأت باليأس والإحباط والخوف من بكرة، وانتهت بالنجاح والأمل والطموح والتطلع للأفضل. بدأت قصتي بدخول كلية العلوم جامعة طنطا سنة 2011 بعد الثورة بكام شهر بس. كنت مليان حماس ونشاط ومتفائل، لكن لما دخلت الكلية وبدأت الدراسة كانت في عوامل كتير قللت حماسي ده، منها مثلا ضعف الإمكانيات في الكلية. حاولت أفوق من الصدمة الأولى بسرعة وحدد أهدافي في خلال 4 سنين الكلية. كان الهدف الأول هو التقدير العالي عشان أتعين معيد في الكلية. كان في نماذج من المعيدين رائعين وكنت حابب أكون زيهم وأمشي في نفس طريقهم. في أول سنة في الكلية حصلت أول تيرنينج بوينت في حياتي، انضميت لمشروع إشراقة في الكلية. كان مشروع للتنمية البشرية للطلاب، تطوير مهاراتهم من خلال سلسلة من التدريب على مهارات زي إدارة الوقت والعرض الفعال وغيرها. بدأت أضيف لقائمة أهدافي أني أطور من شخصيتي نفسها، أبنيها. في آخر العام الأول كنت من 15 الأوائل واخترت قسم الفيزياء عشان أكمل فيه باقي 3 سنين بتوعي في الكلية. في العام الثاني حصلت تاني تيرنينج بوينت في حياتي، تم اختياري من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتمثيل مصر في أهم ملتقى للطلاب في آسيا مع 4 طلاب تانيين على مستوى مصر كلها. سافرت اليابان بعد قصة من المعاناة، لكن ربنا أراد أن أروح أحضر آخر يومين بس في المعسكر ده عشان أرجع بدرس واحد بس. العلم الحقيقي ممتع، مش مجرد وسيلة لوظيفة في الكلية. بدأت أهدافي تتغير تماما بعد ما رجعت من اليابان أول زيارة. حلم المعيد في الكلية بدأ يتحور. صحيح كنت عاوز أكون معيد، بس في جامعة فيها إمكانيات عالية. كنت عاوز أشتغل على توبك حديثة، وكنت عاوز أسافر أتعلم برا مصر، وعاوز أفيد الطلاب اللي هدرس لهم. بقيت عاوز أكون شخص مفيد أكتر للناس. مروا 4 سنين الكلية بتحقيق أكتر من الأهداف اللي حددتها فيهم، أبرزهم حصولي على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكنت من 10 الأوائل. والأهم من كل ده كنت بنيت شخصيتي العلمية، وكان معايا سي في مليان تدريب ومؤتمرات وكورسات. بعد تخرجي بأيام قليلة حصلت على وظيفة مساعد باحث بمركز النانو تكنولوجي في الشيخ زايد، وبعدها بشهرين بس حصلت تالت تيرنينج بوينت في حياتي، وهي حصولي على منحة كاملة لدراسة الماجستير في جامعة النيل الأهلية. وقتها حسيت إن خلاص الطريق بقى ممهد عشان أمشي وحقق أهدافي بسرعة. لكن للأسف وصلني خبر رفض الجيش تأجيل الخدمة العسكرية بتاعتي قبل أيام قليلة من الامتحانات النهائية للعام الأول في كلية الهندسة. وقتها كانت المنحة بتتلاشى قدامي، وبتلاشى معاها تقريبا كل الأهداف والأمال اللي رسمتها لنفسي بعد التخرج. لكن من رحمة ربنا قدرت أحتفظ بالمنحة لحين انتهاء الخدمة العسكرية، وده كان تفاهم كبير من إدارة جامعة النيل وعلى رأسهم الدكتور وائل عقل. بعد انتهاء الجيش رجعت للجامعة عشان ألاقي مشرفي القديم ما بقاش موجود في الجامعة، عينات اللي حضرتها قبل الجيش مش موجودة، بروتوكولات التعاون مع المعامل اللي كنت ممكن أشتغل فيها شغل العمل بتاع الرسالة بتاعتي انتهت. كان لازم أبدأ من الصفر والوحدي بدون مشرف. كان تحدي كبير، ولكن قدرت أتواصل مع زملاء نشيطين من جامعات ومراكز كتير، وبدأت أتعاون معهم وأتعلم من كل واحد فيهم لحد ما قدرت أخلص شغل العملي بتاع الرسالة بتاعتي من غير إشراف تقريبا. لكن عشان أناقش كنت محتاج لجنة إشراف. للأسف اللجنة اللي كانت موجودة في الأول ما ساعدتنيش عشان أخلص الرسالة بتاعتي، وكان لازم إن أنا أرجع لإدارة الجامعة وأطلب المساعدة منهم من تاني. بعد كده تم اختيار لجنة على رأسهم دكتور إيرين سامي ودكتور أحمد مادية، ساعدوني كتير في تحسين الرسالة بتاعتي وحصلت على الدرجة سنة 2018.
وفي الوقت ده قدرت أنشر 4 أبحاث خلال الفترة دي. بعد كده انضميت لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كباحث مساعد، وكنت أصغر مدرس مساعد في الجامعة وقتها. اتعلمت كتير هناك في مجالات جديدة بالنسبة لي، زي مجالات العلوم الطبية الحيوية والخلايا الجذعية والطب التجددي. لكن في تحديات كبيرة كانت بتقابل المكان، منها مثلا قلة الدعم. قررت ان اسافر اكمل الدكتوراه بتاعتي برا مصر واستقر لفترة اكتسب فيها مهارات وعلم جديد. لكن الموضوع ما كانش سهل ابدا، قدمت عشرات الطلبات لاماكن وجامعات من دول مختلفة، لكن المنافسة كانت شرسة جدا، خصوصا اني بقدم على منحة كاملة لمدة 4 سنين. كان عندي امل، او ما كانش قدامي غير اني اتمسك بالامل ده. بعد محاولات لمدة 7 شهور تقريبا من المراسلات والتقديمات، حصلت على 3 عروض في نفس الوقت من فرنسا وألمانيا واليابان. قررت بعد تفكير كبير أسافر اليابان. كان التحدي اللغة اليابانية، لأن كتير من اليابانيين في داخل الجامعة نفسها مش بيتكلموا إنجليزي كويس. درست اللغة الصعبة لمدة 6 شهور، وبدأت أتحسن وأتواصل معهم وأتعلم أسرع وأعمل ريسيرش في مجالات متقدمة جدا. والحمد لله قدرت أنشر أكثر من 32 بحث حتى الآن خلال 3 سنين بس اللي فات. معامل هيرش ليا وصل ل 11 وأكثر من 327 سايتيشن. كمان أنا مرشح لجائزة الدولة التشجيعية عام 2020 من جامعة النيل الأهلية. خلال 10 سنين اللي فاتوا قدرت أحصل على 11 جائزة دولية ومحلية، أخيرهم منحة الحكومة اليابانية لمدة 4 سنين. كمان حصلت على بوزيشن كباحث في كلية الهندسة جامعة يوهاشي في اليابان. لكن الأهم من الجوائز والأبحاث دي من وجهة نظري، إن بقى عندي الشغف والقوة إن واجه أي تحدي أو مشكلة في طريقي. الأروع من ده إني دايما بتطلع للأفضل، عاوز أحقق أكتر من العام السابق. شكرا لك.